وبات خازن طنجة في رحلة على متن القطار بعد سنة من تعيينه. إليكم التفاصيل. خازن طنجة محمد الخطابي فارق الحياة إثر إصابته بأزمة قلبية حسب ما كشف عنه أصدقائه المقربون يوم السبت 19 من غشت الحالي. وبحسب المصدر ذاته فإن الخطابي أصيب بنوبة قلبية خلال انتقاله من مدينة مكناس إلى طنجة على متن رحلة قطار. عين الخطابي سنة 2022 على رأس الخزينة العامة في طنجة بعدما كان يشغل منصب الخازن الجهوي في الرشيدية. إن لله وإنا إليه راجعون.